ترأس وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان مستقبل مصر المائي الفرص والتحديات. التحديات اللي عندنا تحديات كتير قوي. أول حاجة لو اتكلمنا على مصر، مصر هي أكتر بلد جافة في العالم. المياه المصرية بتعتمد مواردنا المائية على 97% مياه من مشتركة، يعني المنابع من خارج الحدود، وبعد كده المياه بتجن، فبالتالي بنبقى أكتر دولة حساسة لأي نقص في المياه أو أي تغير أو أي منشأ ممكن ينشأ بدون حدوث توافق واتفاق على المنشأ دوت. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا كميات المطر عندنا معدودة، ساعات معدودة في السنة عكس دول كتيرة جدا، يعني إحنا أكتر الدول جفافا في العالم. عندنا تحديات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الواطية في السواحل الشمالية وتداخل مية البحر مع مية الدلتا، وبالتالي ممكن تحصل تمليح لمية الدلتا وتأثر على الحياة في الدلتا. بنا منشآت زي سد النهضة بحجم كبير يأثر عليا، لا لازم بكون برضو ده تحدي أساسي بالنسبة لنا، لازم ناخده في اعتبارنا. أهمية الندوة النهاردة بأنه العالم كله بيعاني من قضية في منتهى الأهمية وهي الفقر المائي. احنا عدد سكان العالم حوالي 7 مليار، متوقع انه يوصل في حوالي 2050 لحوالي 9.7 مليار. في الوقت الحاضر نعاني احنا من فقر في المياه، فلو استمر صرف معدل هذه المياه وعدم وجود مصادر جديدة او تقنين وسائل الري والشرب هيحصل فيه شح مائي رهيب في السنوات القادمة. مصر طبعا احدى الدول التي هتعاني من هذا الموضوع. احنا مصر تعتبر بالنسبة لإحصاءات الأمم المتحدة عندها فقر مائي، انما لو نتدارك هذا الامر في الوقت الحاضر، وهذا ما تفعله الحكومة هي في الوقت الحاضر، انها بتعمل مشروع قومي لتقنين مياه الري وتقنين الصرف وإعادة استعمال المياه الصرف وإقامة مشاريع تحلية لعدم الوصول للمرحلة اللي احنا نجد فيها نفسنا في مرحلة شح مائي. النقطة مهمة وزير الرأي، وزير الموارد المائية النهاردة مهم جدا وجوده النهاردة معنا، لأن في تساؤلات كتير في الشارع المصري عن موضوع المياه ومختلف جوانبها، سواء كان صد النهضة، سواء كان عن استهلاك المياه في مصر وانخفاض المقارنة المائي للفرد المصري النهاردة، ودخولنا في موضوع يعني فقر مائي، فلازم لكن الدولة في نفس الوقت بتقيم العديد من المشاريع زي تدوير المياه وزي تحلية المياه، كل دي مشاريع مهمة جدا لازم النهاردة نفهمها برضو عشان نعرف احنا رايحين فين بالنسبة للمياه. المياه يعني شيء حيوي بالنسبة لنا وأمن قومي بالنسبة لنا. والله اللي أنا شايفه إن في خطة وفي رؤية، ودي أهم حاجة. يعني سيادة الرئيس عنده رؤية واضحة جدا بالنسبة للملف ده، وهو من أول يوم سيادة الرئيس يعني بقى متولي فيه المسؤولية، هو أعطى الملف ده أهمية كبيرة جدا. وإحنا مصر الحقيقة عملت إنجاز كبير قوي في بعض الحاجات، يعني أهمها عملية مثلا إعادة استخدام المياه في مصر، وعملية محطات اللي اتعملت بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الزراعي، دي زودت لنا كميات مياه كبيرة جدا. الدولة كانت متنبهة تماما للمشكلة. بالنسبة لمياه الشرب برضو عملية التحلية اللي بتتم النهاردة ومحطات التحلية اللي بتتم. بالنسبة للنقطة المهمة جدا برضو اللي أنا برضو أحب أقولها، اللي هي التحول في نظم الري من الري التقليدي بالنسبة للسادة المزارعين أو أخوانا المزارعين إلى نظم الري الحديثة، دي واخدة النهاردة أولوية من سيادة الرئيس مباشرة. واللي بدأ فيه موضوع من التسهيلات بتتم بالنسبة للمزارعين وتحفيزهم للتحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.